يسعد صباحكم مرة جديدة. فترة الحمل بالنسبة للمرأة هي من أكثر الفترات الحساسة والمهمة اللي بتحاول فيها قدر الإمكان أنه تكون حذرة بكل شيء بتاكله وبتشربه، وخاصة المشروبات السخنة يلي بتضل هي هيك مشوشة ما بين صحية أو غير صحية. وبتتنوع الأقاويل بين المعتقدات وبين الطب، وكثير من النساء بتمر بتجربة من حالة القلق قبل ما تشرب أي مشروب حتى لو كان طبيعي. اليوم بفقرتنا رح نحكي عن الأعشاب المفيدة للست الحامل ويلي بتساعدها على تخفيف أعراض الحمل بشكل عام، وأيضاً بتمد جسمها بالعناصر الغذائية وبترفع مناعتها. ضيفتنا الأستاذة ميساء سعيدان خبيرة بالأعشاب، جاهزة لتجاوبنا وتجاوبكم عن كل التساؤلات. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية، يسعد صباحك يا رب. بداية هيك خبرينا شو هي الأعشاب المنيحة للمرأة الحامل، بلخص هلأ موسم يمكن مرض وكورونا مثل ما عم بيقولوا، كنت عم تحكي أنت هلأ تحت الهواء أنه كورونا رجعت، فشو هي تماماً شو هي الأعشاب الضرورية واللي بتساعد المرأة هيك على تعزيز صحتها وخاص المرأة الحامل؟ هلأ عنا النساء الحوامل، هلأ إذا بدنا نحكي نحنا فينا نحكي كتير مطولاً يعني بشكل عام إنه للكل، يعني هلأ فصل الشتاء مشان يرفعوا، أهم شيء يرفعوا جهاز كفاءة جهاز المناعة عندهم. فهي الأعشاب الموجودة فينا نذكر نحنا الزنجبيل من أهمها، هي بالمجمل للكل يعني، بس نحنا هلأ إذا نخصص حديثنا خلينا نركز هلأ على السيدة الحامل. أكثر النساء الحوامل العديد منهم بيلجأوا للأعشاب باعتقاد منهم أنه هي البديل الآمن للأدوية، لكن هي الأعشاب بدنا نحذر منها لأنه فيها مواد، يعني تركيبة العشبة فيها مواد، هي المواد ممكن تحرض على تعمل مشاكل للست الحامل والجنين. هي يعني من المشاكل أنه تقلصات بالرحم، إجهاض، ولادة مبكرة، حدوث تشوهات حتى بالجنين. فإدارة الغذاء والدواء FDA حست النساء الحامل عن منعهم إنه يعني نصحتهم إنه ما يتناولوا أي منتج عشبي، يعني كان بشكل كبسولات أو مشروبات أو حتى يستشيروا الطبيب. يعني الموضوع إنه جدا مهم، ما له لعبة أبدا. لا ما له لعبة، يعني أنا ما بحدا بينصحني، بتعرف الست الحامل بيقولوا لها بصير حقل تجارب أحيانا المحيط اللي حواليها إنه أنت عم تعاني من هيك، لا خدي هاي، لا اشربي هاي، غلي هاي. فهي كمان من شو بنقول انه من تجاربهم بتقول انه هي ست خبيره انه وتجربه تمام. لكن جبنا 15 ولد وما صرنا شيء، وكنا كل ولد ناخذ هالعشبه. ايوه تمام، الست الحامل لها خصوصيتها، اجسام عن اجسام كمان في اختلاف، في مشاكل صحيه بتعاني منها، يعني ما فيني اقول لا هي اشربي زنجبيل وهي عندها مشكله قرحه بالمعده او مشاكل بعندها اشربي زنجبيل. انت دائما يعني النقطه الاساسيه عند الست الحامل انا بدي اتابع مع طبيبتي، يعني طبيبتي انا متابعه معهم خطوه بخطوه، ما بشرب شيء، ما بتناول شيء الا باستشاره طبيب، خاصه صحيح. ما مثل ما بنقول انه المنتجات اي منتج عشبي لازم اخذ استشاره تمام فيهم. خاصه في اعشاب كنا نسمع من زمان انه بتحرض على الطلق وعلى الاجهاض، فبيمنعوا السيدات الحوامل 100% منها خاصه باول 3 شهور تمام من الحمل. في اعشاب فيها تاخذهم بفتره الحمل ما عدا اول 3 شهور؟ هلا نحن اذا بدنا نحكي كل فتره الحمل او بس اول 3 شهور هن يعني اكثر حساسيه لانه فيهم عم يتكون الجهاز العصبي للجنين، فانا مو بس موضوع الاعشاب، موضوع الادويه، موضوع الاغذيه، بدي اكون انا جدا حريصه، يعني الام الحامل بده يكون عندها وعي لانه هي مسؤوله. هن سبحان الله صارت يعني اول ما بتدر انه في حمل بيزيد عندها القلق والتوتر انه هي خلص صارت مسؤوله عن كائن حي يعني بنمو باحشائها. فاول ما بتدرى انه حمل طبعا بتتابع مع طبيبه، بس نحن انا عم ننصح انه ما ناخذ شيء من عنا او يعني من المحيط، يعني انه يشوروا علينا يعني تقول لها روحي خذي كمون لانك مبغوصه هلا برد وهيك. اذا بدنا نحكي عن الخطره يعني انه الكمون من بيناتهم الكمون المغري انه انا ما بعد عنه من الاشهر الاولى. اذا بدي احكي هلا لانه فصل شتاء وبرد انا بالاشهر الاولى، فانا بدي اخذ نوعا ما انه الاكثر امانا، البابونج صديق للقلب والجهاز التنفس، منيح لحالات الرشح والزكام، ممكن تشربه شاي بابونج وممكن تعمل منه تبخيرة مفيدة، ممكن أيضا كمان يفيد بعلاج الالتهابات المسالك البولية، ممكن تعمل منه مغاطس، يعني البابونج جدا مفيد ومريح وآمن. بس أنا كلمة آمن دي حط تحتها يعني تحذير كمان، ما في شيء آمن بالمطلق،
انا ما بحط طول النهار بريق البابونج بقطعه فوق الاربع كاسات انه هو امن ضل طول النهار نايم لا ايوه البابونج فيه حلو النقطه اللي ذكرتها انه هو بيعمل استرخاء المراه الحامل كثير بتعاني قلق توتر تشنج بالعضلات باليدين والقدمين فهو بيعمل استرخاء حلو لموضوع معالجه القلق والتوتر بيعمل استرخاء لليدين والقدمين حلو مشروب مسائي بس فنجان فنجانين 100 جرام يعني الفنجان بس. هذا هو اللي احنا اللي عم نحكي عنه امن بس فنجان فنجانين تمام مو نطغى بالموضوع ونقول امن لا ممكن غير البابونج مثلا ممكن زهورات الطبيعيه مع ولا ضد بدنا نعرف شو عم نشرب الزهورات الطبيعيه تمام. يعني هي نحن شو عم شو نشرب ايوه شو هي شو اسمها يعني اللي عم نشربها لانه ممكن يكون فيها خلطه بيعملوا لها خلطه يعني فنحن لا بدنا نعرف شو هي اللي عم نشربها ونحدد هي مناسبه لهي الاشهر او لا في عندنا الزنجبيل مفيد بالاشهر الثلاثه الاولى شو المشاكل اللي بتصيب المراه الحامل الغثيان والاقياء هي اول عارض بصير معها فالزنجبيل عندنا اول شيء نحن اللي بدنا ندخلهم للحامل انه اول شيء مشان يرفع مثل ما حكينا جهاز المناعه كفاءته يعني خاصة بهذا الطقس فالزنجبيل مضاد فيروسي مضاد التهاب بيطهر للحلق وبيساعد كمان يخلص الجسم من الانتفاخات يعني فالزنجبيل ممكن أخذه بس كمان بحذر يعني مثلا أنا جرام واحد بكوب الشاي بعمل شاي زنجبيل بسخن الماء لدرجة الغليان بشيله بحط فيها الجرام بتركه مرقوع خمس دقائق بعدين بشربه أو ممكن هلأ فيه الزنجبيل الطازج شرحة واحدة ممكن هي خلص كافي أنا مشان يعني دخلته لي بقصد أنا ساعد بحل مشكلة وكمان هون بنرجع للطبيبة وإذا في عندها هي مشاكل بالمعدة لهيك نحن لازم الطبيبة هي أدراب شو المشاكل الصحية اللي عم نعلم منها بتفيدنا هي العشبة أو لا تمام. طيب خلينا نقول هيك المشروب يلي بيرافق المرأة الحامل يعني صديق المرأة الحامل يخفف لها يمكن أعراض مثل ما حكيتي في لعية في تعب وجع مفاصل شو المشروب هيك اللي ممكن هي تقدر تاخده بكل فترة الحمل هلا إذا بدي أحكي عن البابونج مثالي مفيد يعني آمن أخف ضرر من غيره بس كمان أنه عم نقول بحدود الزنجبيل جيد النعناع مفيد للمشاكل النفخة والغازات اللي بتصيبها بس كمان بحدود أنه نحن فنجان واحد ممكن كمان النعناع ندخله عن طريق السلطة نرشه مع زبدية لبن وتوم كمان التوم مفيد للحامل يرفع المناعة يعني ممكن نحن هاي الأعشاب نستخدمهم عن طريق يعني بوجبة الغداء تضيفهم وممكن تاخذهم كمشروب دافئ عندنا كمان الهندبة الهندبة هي النبتة ساقة طويلة هيك وريقات خضر كمان غنية بحمض الفوليك يلي هي بحاجة المرأة الحامل في الأشهر الأولى ممكن هي ناخذها اما عن طريق طبخ مثل ما بنطبخه نحن بالمطبخ العربي يعني مع زيت زيتون وبنحط له دبس الرمان او ممكن تاخذها هي عن طريق شاي معلقه صغيره مع ماء ساخن وبتنتقع خمس دقائق وبعدين بنصفيها بناخذها الهند مخصوص لين رح ندخلها مشان تعالج مشكله احتباس السوائل اللي بتعاني منهم المراه الحامل بتعرف يصير عندها تنفيخات احتباس سوائل وهي مدره للبول يفضل تاخذها داخل النهار يعني فتره الظهر العصر تبعد عن فتره المساء مشان ما تكون مزعجه لها وهي مطهره كمان للمسالك البوليه هدلون يعني الاعشاب بتعطيها دفى بتعطيها طاقه بتقوي مناعتها يعني وفي عندنا طبعا اعشاب ثانيه ممكن تكمل فيهم من نقدر ندخلهم مثل الكركم الكركم فينا ندخله هلا نحن عم نحكي بشكل عام بس نحن دائما اول 3 شهور بنختصر استخدامهم غير للضروره وندخلهم بنظامنا الغذائي يعني مرتين بالاسبوع مره بالنهار ما نكثر يعني مثل الكركم فيه ماده الكركمين هي مضاد التهاب بترفع من كفاءه الجسم بمعالجه الالتهابات خاصه هلا نحن يعني هلا بهذا الطقس لازم نحن ندخل صح. الكركم خاصه المراه الحامل بس شو خليها تاخذه مرتين بالاسبوع الكركمين ماده بتتخزن داخل الجسم بتواجه الالتهابات اي التهاب تواجه الست الحامل تعاني بتصير بتكتر عند هي القصص فهي الماده بتواجه فيها هي الالتهابات كمان بتخفف من اعراض الاكتئاب مفيده لانها بتحسن النواقل العصبيه فشلون باخذ الكركم اما مع كاسه حليب بحط فيها شوي لانه هو مطحون فنص معلقه صغيره مع كاسه حليب او ممكن مع صحن شوربه عدس كمان لانه غني كمان العدس بحمض الفوليك كمان مفيد للامراه الحامل بدخل فيه كمان الكركم بهذا الشكل أنا بكون دخلته خليت الجسم يخزنه وقويت المعالجة يعني أنه جسمي هو من ذاته فيه مواد عم بتقاوم الالتهابات ممتاز ممتاز وبنرجع منأكد أنه أول 3 شهور
خاصة وطيلة فترة الحمل، لأنه حتى الكركم إذا بتاخذ كمية بأول الحمل ما له متثبت الحمل ممكن يثبت تماما يسبب لأنه إجهاد. بيعتبر الجنين عنصر أجنبي طبعاً. فهو بده يحاربه طبعاً. طيب ختاما لحتى نعطي نصائح للأشخاص يلي عندهم سيدة حامل بالبيت وكمان بعيدا شوي عن الحمل لقلنا كلياتنا كيف ممكن نرفع مناعتنا بأعشاب وبمشروبات ساخنة خاصة للأسف هذا متحور يوم القيامة هيك سموه بالصين رجعان طالع فيروس كورونا للأسف. بعض التقارير للـ WHO عم تقول إنه لا يشبه أي متحور سابق عرفته البشرية بموضوع كورونا من 2020 لليوم فنحن شو بدنا نعزز مناعتنا كيف؟ هلأ بالنسبة للمرأة الحامل بس مشان نختم في إنه بس الأعشاب اللي لازم هي ما تتناولون كنا عم نحكي على الآمنين واللي بدي أول مناعة في الأعشاب اللي هي الحامية عليها مثل القرفة الكراوية الحلبة الكمون المغلي والكليل الجبل الزعتر في منهم هدلون الأعشاب بيعملوا تكسر بجدار الرحم بيسببوا له نزف بيسببوا له ولادة مبكرة بيسببوا له إجهاض إذا ما سببوا ممكن يسببوا تشوه للجنين فهي مشان موضوع أنه نتطرق للأعشاب الضارة الحامل تبتعد عنهم تمام. حتى إذا كان دخلت للأسبوع 37 صارت بالنصف الثاني من الشهر التاسع هون بتقدر تاخد بس باستشارة الطبيبة لأنه ممكن إذا أجا موعد ولادتها إذا أجا موعد ولادته مو من حالة لأنه في بعض النساء ممكن يكون عندها ثقب بكيس الحمل ممكن يكون في وضع خاص للمشيمة ممكن يكون عندها مشاكل ضغط قلب سكر ما بتاخده حتى يعني صارت بهي الفترة اللي ممكن تاخد منها يعني تحرض الطلق بس ما بتاخد منها لحالة كمان باستشارة الطبيب طيب. بشكل عام إذا بدنا ناخذ نحن لنأول مناعة هلأ بهذا الطقس عم تحكي على الأمراض نحن ما فينا نمنع فيروس أنه يكون موجود ما يعني مثلا نحن إذا كنا موجودين بهي صالة هيك ممكن يكون واحد مريض بس نحن إذا بدنا ننعدى حسب درجة ضعف مناعتك أنت ممكن تلقط غير أو أنا بثلاثين ثانية شو رح نرفع مناعتنا نعتمد على واحد اثنين ثلاثة خلينا نحن ندخل العسل للمشروبات لنظامنا الغذائي معلقة عسل مع كوب ماء ساخن صباحي مفيدة مع عصرة ليمون ممكن نشرب الزنجبيل الزنجبيل مضاد فيروسي مثل ما حكينا ندخل الكركم الهيل كمان ممكن يرفع منضيفه للأغذية كمان ممكن يرفع يعني هاي الشغلات البسيطة أوكي. نحن بتطهر الحلق بتقوي المناعة والعسل أنا بدي أتذكر أنه معلش أنه ندخله بهاي الفترة لأنه كتير بيساعد الجسم يعني ما ضل غير نشكرك لوجودك معنا وللمعلومات اللي قدمتيها وبنتمنى الصحه والسلامه لسيدات الحوامل وايضا لكل الناس ان شاء الله يا رب اللي عم ان شاء الله يوم بالسلامه يتم مشهورين على خير الله يعطيك العافيه وصباحكم يا رب يعطيكم العافيه